نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مساء أمس مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية ميوس وجيو، وذلك في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالصخير. نعم، وبهذه المناسبة أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تشكله هذه الفعالية من فرصة مهمة تؤكد ما يلقاه قطاع النفط والغاز من رعاية واهتمام، بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في إطار تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه. كما أعرب معاليه عن أسمى آيات الشكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه برعاية هذا الحدث الحيوي الذي يعقد في المملكة كل عامين منذ عام 1979، منوها في هذا الصدد بدعم الحكومة ومساندتها المستمرة للفعاليات المتخصصة في القطاع النفطي، نظرا لما للطاقة من أهمية كبرى في نمو وازدهار دول العالم، الأمر الذي يؤكد السمعة والمكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها المملكة في تنظيم هذه التجمعات العلمية وحرصها على تحقيق التطلعات العالمية للاستخدام الأمثل للطاقة في تطوير البشرية في جميع المجالات. وثمن معاليه جهود الشركة القابضة للنفط والغاز برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومضيها قدما في اتخاذ كافة المبادرات اللازمة لمواصلة النهوض بقطاع النفط والغاز وصناعته على نحو يعمل على تعزيز دور الاقتصاد النفطي كمورد مهم للمالية العامة للدولة. ولفت معاليه إلى أن مؤتمر ميوس وجيو يعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على أحدث الدراسات والتجارب الناجحة في برامج التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز وإيجاد الحلول المناسبة الرامية إلى تحقيق المنفعة التجارية واستعراض أحدث وسائل ومعدات وسبل تطوير الصناعة بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية. ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار حقائق اليوم طاقة الغد، وذلك بمشاركة أكثر من 15,000 من كبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين والأكاديميين من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النفط والغاز وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق تنمية الطاقة المستدامة. من جانبه، رفع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ خالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتفضل سموه برعاية هذه الفعالية المهمة. وأكد الوزير بن دينا أن الشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الشركة القابضة للنفط والغاز برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد تسعى دائما بكل طاقتها للعمل الجاد نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة. وتضمن برنامج الحفل على تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث اطلع معاليه على ما يتضمنه من منتجات تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى التجارب والخبرات التي ساهمت في تنمية المشاريع النفطية بكفاءة عالية وكلفة منخفضة. وقد شارك في هذا المعرض المصاحب أكثر من 200 شركة عارضة من مختلف الشركات النفطية العالمية من 40 دولة.
يلقى قطاع النفط والغاز رعاية واهتماما في مملكة البحرين بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة. وجاء مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية ليؤكد السمعة والمكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها المملكة في تنظيم هذه التجمعات العلمية وحرصها على تحقيق التطلعات العالمية للاستخدام الأمثل للطاقة في تطوير البشرية في جميع المجالات. بالنسبة لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز هو أقدم مؤتمر في منطقة الشرق الأوسط، الحين صار له 40 سنة وتستضيفه مملكة البحرين. هو المؤتمر الأول للصناعة النفطية، والصناعة النفطية مثل ما تعرفون هي صناعة عريقة ومعقدة جدا وتحتاج إلى معارف مختلفة وعميقة، وهذه من المؤتمرات العريقة اللي بدت في المنطقة هنا وطورت صناعة الطاقة بشكل كبير على مدى السنوات هذه الماضية طبعا، وتساعد في تطوير الصناعة النفطية وصناعة الطاقة بشكل عام، منها خفض التكاليف وزيادة الإنتاج من الآبار اللي موجودة حاليا، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية في نفس الوقت. ما يحتاجه العالم الآن هو المزيد من الاستثمار والمزيد من التفكير الإبداعي حول كيفية تأمين وخلق مستقبل للطاقة بأسعار معقولة لنا جميعا، وتعد مثل هذه المؤتمرات جزءا مهما من مشاركة الأفكار وإلهام جيل جديد من القادة لبناء مستقبل الطاقة لنا. يعتبر المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على أحدث الدراسات والتجارب الناجحة في برامج التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز وإيجاد الحلول المناسبة الرامية إلى تحقيق المنفعة التجارية واستعراض أحدث وسائل ومعدات وسبل تطوير الصناعة بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية. عندنا قسمين اللي هو قسم البحري وعندنا قسم النفط. من ناحية النفط احنا نسوي الخدمات كلها المساندة لعمليات الحفر. في القسم البحري احنا عندنا ما شاء الله تبارك الله من أكبر أسطول بحري في منطقة الشرق الأوسط متواجد في المملكة، ونخدم السعودية طبعا ونخدم مملكة البحرين. مشاركة فاعلة، فلما يقول واحد مشاركة فاعلة يعني شنو قصدنا؟ قصدنا معناته احنا نفيد ونستفيد، يعني عندنا معلومات، عندنا تكنولوجيا، عندنا خطط استراتيجية احنا طبقناها، فودنا الاخوان والاخوات اللي موجودين في دول المجتمع يستفيدوا منها. تستمر مملكة البحرين في اتخاذ كافة المبادرات اللازمة لمواصلة النهوض بقطاع النفط والغاز وصناعته على نحو يعمل على تعزيز دور الاقتصاد النفطي كمورد مهم للمالية العامة للدولة. يعتبر مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المتخصصين من الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.